اول ما كان يزعجنا. لا لا اول ما رأيك كنا نوعا نرقص انه واش مهضومة هالدقة. انه نهار اول نهار هيك كانت لما وعينا عن جد نحن بستار اكاديمي شو حلوة هالغنية. كنا انه بعدين تاني نهار كمان زيت شور، ثالث نهار، رابع نهار، خامس نهار، وصلنا لسادس نهار اوكي فهمنا مزعجة، سابع نهار اوكي، ثامن نهار يعني اذا بتوقف بتكون احسن يعني بتوقف، تسع نهار عن جد بليز يعني عم نعيني، عشر نهار جاد خلص طلعوها من راسي. بس تعرف ماني حافظتها لحديت هلا، بس لما تجي هيك بتتذكر البيت تبعها انا بنسى. انا ما زعجني على فكره فيها هي هي المره اللي بتحكي اول شيء. ايه هي دينغا دينغا بذا تشاكا شونا بيرقص فجاه ما تزعجني. وصلنا لمرحلة انه عاد تعودنا ونكفي نوع. ما تسعدني ما تسعدني والله. كنا قبل نوع هيك بس في مرة كنا مرة انيس 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 امبارح انيس دق الجرس هذا الببغاء هذا اللي يتكلم فوق جسمه العصفور كا 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 ولما انطفش ولما انطفش في نهاية الكنترول قال انيس انيس خمس دقائق معاك وتنزل. ما صحي انيس 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 بحسه مثل دينا، دينا بيضلهم يدقوا له بيضلهم بتوصل لمرحله يعملوا كوك 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 يصير اتش. اي 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 بتنرفزني كثير تتوع تتوع بيعدوا تتوع دينا ودينا بسبع نوم دينا اي متى بتوعى لما تطفي يعني بيستسلموا خلاص ما رح توعى دينا بيطفوا بتوعى دينا لا نيس لا نيس يقوم يصحى يغسل وجهه ويفرش اسنانه ويرجع ينام ويصحى مره ثانيه يغسل وجهه ويرجع ينام لا اول شيء يعمله انيس بس يصحى من النوم يروح على المراية يشوف شعره بعدين يروح يغسل يا ويلي الهوس بشعره والله مش طبيعي مش طبيعي مش طبيعي تو ماتش مان تو ماتش تو ماتش مان اليوم انت انيس وشعره اليوم اول ما بيطلع بيطلع بحن اكثر بيطلع اكثر من حنان على المراية كرمال شعره طيب خلص يروح صبح انيس ينام همس قبل ينام قاعد يستشف شعره. أقول له إيش فيك؟ قال لا لا بس شوي بس من هنا. وايد أنا كل ما يجي فيكتور بدي يرجع يزبط. مش طبيعي مش طبيعي. عنده هوس بشعر عرفتي كيف؟ I hate this cut. مثلا بالالبوم بالالبوم اللي عطيه اياه الفانز عمل لي ليك هون شعراتي شو بشعين ليك هون شعراتي يا خيي بتبعت صورك. بيت شعرك انا بيعطي البوم بينتبه على الشعر بس ايش ساعه بس اقول لك شيء ببلش الساعه 9 وربع كوكو انا بس الساعه 10 على انا بوعى وقتها بضول اضويه ما هم بيكونوا طافيينهم بضول اضويه بتحس هيك مثل بروجيكتور اجى على وجهك بتوعى نحن شغل النور بعدين شغل الكوكو هن ببلش انا ما معي ساعه حدا لا اعرف اه لا على صوتها اطفال اطفال يلا لحظه 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 يا اخي اكره اكره الصوت اكره لا وبعدين صوت انا بحبه بس بنام بس بحبه عرفتي؟ ايه اوكي بتنومني خلص تنومنا يا معلم شوفوا شيء ثاني خلص جددوا جددوا تجديد ايه اكره الصوت هذا الصوت انا اكره اكره الصوت هذا بس قد ايه قوية انه هيك انه عاملين بيت يعني غنية